أمريكا عندما تتكلم عن خطأ الانسحاب سابقا، هو عام 2011 هو لم يكن خيارا ومن ضمن عدة خيارات ليكون خطأ، بل هو كان الخيار الوحيد المتوفر آنذاك. لذلك الانسحاب في ذلك الحين كان انسحاب غير مدبر، يميل قليلا إلى الهروب من الخسائر التي كبتتها القوات الأمريكية جراء سلاح المقاومة العراقية في ذلك الحين. أيضا أخي الكريم، هنالك ثابت لا يمكن أن نتجاهله جميعا، هو أن العراق حاليا لا يزال أمريكيا على الرغم من التوغل والتغول الإيراني فيه. فأمريكا عندما جاءت العراق جاءت غازية بصفة وقانون الاحتلال لحسابات خاصة بها، سواء جغرافية واقتصادية ثروات نفط وغيرها. ووفق هذا المفهوم الذي جاءت فيه لغزو العراق، وهذه الاستراتيجية هي تدين بقائها بصنع الحدث وتوظف هذا الحدث وتعزز تواجدها بحسب الظرف الزماني والمكاني. إذا البقاء الأمريكي في العراق ليس كما يروج له عندما تقول سلطة بغداد هنالك اتفاقية وشروط، بل هنالك شروط أمريكية تفرض على بغداد. أيضا أخي الكريم، من ضمن الاستراتيجية الأمريكية هنالك تسمى الحرب الأمريكية العامة في العراق. هذه الحرب العامة تنفذ المشروع الأمريكي الطويل الأمد في العراق خاصة وفي المنطقة عامة بإطار عسكري، بمعنى هناك غاية واستراتيجية أمريكية للبقاء في العراق يتم تنفيذها بهذه الأدوات العسكرية باستحداث ملفات ميدانية وأمنية، وبالتالي تتفق هذه الاستراتيجية الأمريكية للتجديد والتنويع.